يا مساء الخيرات على أجمل المتابعين متابعين شركة مجمع الشامل موقع التغطية الرياض مخرج 29 شارع بلال بدرب حلقات الدوام يوميا من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 4:30 مساء. ونشوف الجديد من قسم صحون السيراميك، شفت هذه الأشكال الجميلة. طبعا كلها بتكون بالحجم الكبير. وبيكون سعر الصحن الواحد 5 ريال بس. وأيضا الجديد من قسم السيراميك صحون الجميلة هذه باللون الأسود الفخم للمكسرات وأيضا للفطور، بيكون فيها 3 حبات في منها أكثر من شكل، أشكالها جدا مميزة. نستكمل معاكم توزيعات العيد المتوفرة عندنا. نجي نشوف هنا توزيعات القماش أو الأكياس. القماش طبعا وصلتنا ب3 أحجام، الحجم الصغير راح تكون فيه 6 أكياس ومتوفرة كمان بالحجم الوسط. في منها الشكل المربع، في الشكل الدائري، في كمان الشكل الوردة. بتكون كلها 3 حبات بسعر 5 ريال بس. الألعاب سواء للبنات أو للأولاد، شايفين أكثر من شكل وأكثر من لون. وعندنا كمان الترتل رح تاخذه عندنا بهذا الشكل. طبعا قسم القزاز كبير ومتنوع ما بين الصحون وما بين الزبديات بالحجم الكبير. ونجي نشوف بوكسات التخزين المتوفرة عندنا. طبعا وصلتنا بأكثر من شكل، عندنا هنا الحجم الكبير، طبعا هذا رح يجيكم من دون غطاء. وعندنا كمان للأطفال جدا عملية لتنظيم غرفهم. ومن قسم الأكواب نشوف الأكواب الجميلة هذه، تكون سيراميك باللون الأبيض السادة. والحلو لكم تاخذون قطعتين كوبين مع الصحنين بسعر 5 ريال وبيكون الحجم وسط هذا الشكل. متوفرة كمان بالشكل الثاني. محبين اللون الأبيض وفرناها كمان باللون الأبيض لعيونكم يا أحلى متابعين، وكمان وفرناها. ومن قسم الصواني تعالوا نشوف الصواني القزاز اللي توفرت عندنا. طبعا راح تجيكم بهذا الشكل مع الغطاء، شايفين؟ وطبعا تدخل الفرن، حجمها راح يكون متوسط. راح نجي نشوف لبادات الصحون المتوفرة عندنا. طبعا هذه راح تجيكم سيليكون، وواصلتنا بأكثر من لون، اللون الذهبي. تجيكم كمان معاها للأكواب، شايفين؟ متوفرة كمان باللون الروز جولد. شايفين الأناقة والفخامة اللي وفرناها في قسم القزاز. الصحون الجميلة هذه طبعا راح يكون حجمها كبير، ووصلتنا بأكثر من شكل. عندنا هنا كمان الشكل الثاني. واللي كانوا بيسألوا على البلالين، متوفرة عندنا بكتابات للعيد ما بين اللي تجيكم بألوان لونين بهذا الشكل، وعندنا هنا ألوان مختلفة، وما بين اللي تجيكم كمان لون واحد، ومتوفرة كمان السادة. رح تاخذ شوف الشيء الجميل كمان اللي توفر عندنا، الكيس الكرتوني حيجيكم بهذا الشكل باللون الأزرق، ومتوفر كمان للبنات باللون الفوشي. طبعا المجموعة راح تكون فيها 6 أكياس و5 ريال. هذا الشكل وراح تكون فيه 4 أكياس ومتوفرة بالحجم الكبير بأكثر من شكل وأكثر من لون تناسب الأولاد. والساعات الجدارية متوفرة عندنا بأكثر من شكل ما بين الحجم الصغير بالشكل المربع والدائري، راح يجيكم سادة بهذا الشكل، والحجم الوسط راح يجيكم بأشكال مختلفة ومتعددة وتناسب جميع. وكذا تكون انتهت تغطيتنا لليوم. قبل لا تخرجوا لا تنسوا البلفزات في مكان المخصص والتعقيم بالمعقم الموجود عند المخرج. شكرا لاختياركم شركة مجمع الشامل. من قسم المضارب اليدوية توفرت هذه الأشكال الجميلة، تأخذون 3 حبات ب3 أحجام مختلفة بسعر 5 ريال بس.
من قسم سلات النفايات أنتم كرامة توفرت هذه الأشكال الجميلة، يكون حجمها وسط في منها ألوان، وبيكون سعر القطعة الواحدة 5 ريال بس. وشوف الطقم الجميل هذا، بيكون موزع صابون مع علبة لمعجون الأسنان وفراش الأسنان، وبيكون في منها 4 ألوان، اللون التيفاني واللون التوتي والوردي والأبيض. طبعا بتكون بلاستيك وبتاخذون القطعتين بسعر. حامل المناشف الجميل هذا بلاستيك، بيكون في منه اللون الوردي ايضا السماوي والابيض، يتعلق في المطبخ او في الحمام وانتم بكرامة، وبيكون سعرها 5 ريال بس. استعدوا اطفالكم بالعيد مع الالعاب الموجودة في الدور الثاني، طبعا بيكون في للبنات والاولاد، وتاخذون القطعة الواحدة سعر 5 ريال بس.